جاء مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية الفريق أول توت جولواك للبلاد على رأس وفد رفيع للقاء فخامة رئيس الجمهورية المشير ديزديبيتنو، حيث نقل معه رسالة من رئيس بلاده سيلفا كير ميرديت تتضمن دعوة مشير تشاد للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والحركات المسلحة السودانية. دور مهم جدا لكل جار عزيز للسودان زي جنوب السودان عزيز جدا للسودان. نحن دول ثلاث دول مع السودان كم من مع بعض. نحن الآن في فترة طويلة نفوض في جوبا نجمع كل حاملين سلاح ضد حكومة السودان، ونحن قمنا بوسادة نحن دول جنوب السودان بمشاركة دول تنشات وبدأ المستوى عالي جدا كان معنا في التباحثات جوبا مع ركاب المسلح، وصلنا لاتفاق النهاية وإن شاء الله في أول شهر نوقع للسلام النهاية. عشان كده نحن جينا دعوة لسير الرئيس ودوره وأكرم الرئيس ودوره لتوقيع نهاية لمدينة جوبا، يشارك محله في جنوب السودان وأهله في السودان لسلام السودان. نحن سلام السودان سلام مهم جدا. وعرب فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبيتنو خلال الاجتماع عن تقديره لدعوة جنوب السودان لتشاد للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي على اتفاق السلام والذي سيعقد في مدينة جوبا مطلع أكتوبر المقبل، وذلك امتدادا للجهود التي تبذلها تشاد ودور فخامة رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبيتنو المحوري لدعم الاستقرار في السودان. وقصد الدولشات دور محورة في كل ما جهر للسودان مداخل مع السودان زي جنوب السودان دور محور للسودان جهر مع السودان. نحن دولتين مربوطين علاقات السليمة مع السودان، وعشان كده نحن كنا دولتين وسادة عشان وصل سلام السودان. ونحن تيدا غيارة كريمة من رواسة السيد الرئيس الوكيل ورئيس إدريس الدبي بشير إدريس الدبي بوصول لسلام للسودان. وأكد الطرفان عزمهما في تعزيز التعاون الثنائي وتقديم الدعم اللازم لجنوب السودان في مختلف المجالات خاصة التنموية ودفع عملية التنمية والبناء، وذلك في ضوء الإمكانيات والثروات الكامنة التي تزخر بها جنوب السودان بهدف تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.